ولمتابعة آخر ما ترصده صور الأقمار الصناعية عن تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي، معنا عبر الهاتف خالد بن أحمد لهيبي، رئيس قسم التنبؤات بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. بداية، ما هي آخر مستجدات الحالة الجوية؟ مرحبا بك الأخ الفان وبالمشاهدين الكرام. طبعا الأمطار بدأت معنا من مساء يوم الجمعة واستمرت الأمس السبت وما زالت التوقعات مستمرة. حاليا آخر المستجدات بالنسبة للحالة الجوية، حاليا تتواجد السحب المنخفضة على معظم المحافظات الشمالية من السلطنة، نعم، على محافظة مسندم، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي، الداخلية، وكذلك محافظة مسقط، وأيضا على محافظتي شمال وجنوب الشرقية. وتتمركز حاليا الأمطار حسب ما تظهره آخر صور رادار الطقس على محافظة شمال الباطنة وكذلك على البريمي والظاهرة. نعم. تحديث خرائط الطقس لهذا اليوم ما زالت تشير إلى استمرارية الحالة الجوية حتى يوم الغد بمشيئة الله تعالى. الأخدود ما زال يؤثر على أجواء السلطنة والتوقعات ما زالت مستمرة بأمطار متفاوتة القذارة، تكون رعدية أحيانا، تتمركز حسب ما توضح خرائط الطقس اليوم على شمال وجنوب الباطنة، على الظاهرة والبريمي، وأيضا على الداخلية ومسقط. نعم. الاحتمالات تشير إلى نشاط السحب في فترة ما بعد الظهيرة، وتستمر فرص الأمطار خلال المساء والليل اليوم إلى يوم غد بمشيئة الله تعالى. طيب، ماذا عن كمية الأمطار المسجلة لديكم وأيضا كمية الأمطار المتوقعة في الساعات المقبلة؟ نعم، خلال ال 24 ساعة الماضية سجلنا أعلى كمية للأمطار على كمية للأمطار في الجبل الأخضر في سيق، كانت قد وصلت إلى 74 ملي متر، وتليها لواء 48 وإزكي 47، أدم وصلت إلى 38 ملي متر، بالنسبة لخصب 32 ملي متر. هذا طبعا من محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للطيران المدني. بالنسبة لليوم أيضا ما زالت المؤشرات كما أشرت سابقا، التوقعات ما زلنا نتوقع كميات جيدة من الأمطار قد تتراوح ما بين 50 إلى 60 ملي متر، خصوصا على محافظة شمال الباطنة وجنوب الباطنة وأيضا البريمي والظاهرة. ذلك تقل نسبة الأمطار وكمية الأمطار بالنسبة للداخلية هو محافظة مسقط، إلا أن الحالة بمجملها ما زالت فرص الأمطار أمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الشماليه من السلطنه. ايضا تتواجد فرصه حابب اضيف هنا بالنسبه للوسطى، المناطق الساحليه المحافظتي الوسطى وكذلك محافظه ظفار. جميل، اذا خالد بن احمد لهيبي رئيس قسم التنبؤات بالمديريه العامه للارصاد الجويه بالهيئه العامه للطيران المدني، شكرا لك.